راح تواجهه اكثر شيء بالعناية المركزة، وتواجهه بالطوارئ وبعض انواع العمليات الطارئة او العمليات اللي تحتاج الاي بي جي مثل عمليات القلب. الاي بي جي باختصار جاي من 3 كلمات اساسية، الاي اللي هي نقصد بيها الارتريال، البي نقصد بيها البلد، الجي نقصد بيه الغاز. فاذا هو تحليل غازات الدم بس وين؟ الشرياني وليس الوريدي. سابقا انا منزل حلقة عملية عنه بقناتنا على اليوتيوب، بس اليوم نعطيكم تفصيل اكثر وبصورة ابسط، لانه هواي ناس تعاني منه، مدى ما قاعد تفهم فكرة الاي بي جي، مدى تقعد تربط الاساسيات الموجودة بالاي بي جي. فتابعوا ويانا. هسه اني نفرض سحب الدم من الشريان، طبعا المطلوب منكم تدخلون على جوجل او اي كتاب تشريح تطلعون اماكن الشرايين اللي نقدر نسحب منها دم عن طريق الاي بي جي. لنفرض الثاني سحبت دم من الشريان واخذت الدم للجهاز واريد احلله، انا شنو الاساسيات اللي لازم اعرفها او شنو اريد اشخص؟ بشكل عام اول شيء لازم نعرف بانه هذا الدم هل هو اسيدوسيس دو الكلوسيس، يعني الدم حامضي او قاعدي. النقطة الثانية لازم نعرف بانه هذا التغير اللي صار بالدم هل هو بسبب ميتابوليك، يعني التأيض، سبب التأيض، لو سبب التنفس، مشكلة بالتنفس اللي هي ريسبيراتوري. النقطة الثالثة والمهمة لازم نعرف بانه هذا التغير اللي صار بالجسم سواء بسبب التأيض او بسبب التنفس هل قدر يرجع الـ pH الى وضع الطبيعي، يعني رجع يعادل اذا كان حموضة يرجع للطبيعي او اذا كان قاعدي يرجع للطبيعي. لو عوض تعويض بسيط partial compensated، لو اصلا ما قدر يعوض. فاذا ذن 3 عناصر اساسية راح لازم نكتشفها بورقة الاي بي جي. هسه صار انا عندي اي بي جي، فهمنا الفكرة منه زين، شلون لازم نعرف العناصر وكل عنصر شي يمثل. العناصر اللي هسه راح اعددها لكم هاي جدا مهمة. فاول عنصر اللي هو البي اتش، البي اتش هو احنا بالعربي نسميه مقياس الاس الهيدروجيني، يعني من خلاله راح نحدد نوع التغير اسيد لو الكالوسيس. البي سي او 2 الضغط الشرياني الغاز ثنائي اكسيد الكربون بالدم. العنصر او العضو المسؤول عن السي او 2 هو اللانكس الرئه. فاذا هنا من راح نعرفه او نشوف التغير اللي يصير به فهو سبب التنفس، اذا بالريسبيراتوري باراميتر. عندنا العنصر الثالث والمهم اللي هو البي او 2 الضغط الشرياني لغاز الاكسجين بالدم، بانه شقد اكو اكسجين ذائب بالدم، هذا كلش مهم. فهنا حنعرف بانه المريض دي يصير عنده هايبوكسيا لو ما دي يصير عنده، يعني قلة الاكسجين بالدم مالته لو لا. وعندنا العنصر المهم الرابع اللي هو البايكربونيت. البايكربونيت هو يمثل الميتابوليك، يعني هنا التأيض، وهو طبعا يعتبر قاعدي، السي او 2 يعتبر الحامضي. فهذن تخلون القواعد الأساسية ببالكم. المصدر مالته هو الكدني، تمام، الكلى، بينما السي او 2 قلنا مين؟ الرئة. فصار عندنا 3 أمور أساسية تفيدنا بقراءة الاي بي جي. البي اتش اللي قلنا حنحدد منه اسيدوسيس لو الكالوسيس حامضي او قاعدي، وعندنا سي او 2 اللي راح نحدد اللي هو يعتبر اصلا حامضي، فحنحدد من اساسه بان الخلل بالتنفس او البايكربونيت اللي راح نحدد من خلاله بانه هل السبب ميتابوليك التأيض ام لا. عندنا مصطلح مهم راح تقروه بالورقة مال اي بي جي اللي هو رمزوله البي اي او البيس اكسس. البيس اكسس هو شي مثل نقدر
نقول بأنه هو عدم كفاية مستوى البايكربونات بالجسم أو بالسيستم اللي أخذنا من الدم، تمام؟ فمن نعرف النورمال رينج مالته نحفظ من سالب 2 إلى بوزيتيف 2 ملي إكوفلنت باللتر. فكلما البيس اكسس يميل للسالب معنانا هنا البايكربونات اللي عندنا بالجسم قليل. من عندي البايكربونات قليل معناه هنا شنو؟ القاعدية تقل، تمام؟ فالبيس اكسس يفيدنا بالقاعدية. نركز على هالنقطة. عندنا مصطلح لاخ راح نشوفه بورقة الاي بي جي اللي هو يسموه الان ايون جاب. الان ايون جاب هو مختصر مفيد، ايون الصوديوم ناقص ايون الكلورايد زائد البايكربونيت، فهذه الخلاصة. فاذا نقدر نقول هو الكاتايون ناقص الان ايون، يعني الايونات الموجبة الموجودة عندنا ناقص الايونات السالبة. فعندنا ثلاث عناصر اساسية اللي هو الصوديوم، هو يعتبر الانيون، نطرح من الايونات السالبة اللي هو الكلورايد والبايكربونيت. فهذا هو الخلاصة او الانيون جاب، وراح ناخذ بعد عنه كم تفصيل مهم. الانيون جاب هو مثل ما قلنا هو الفرق ما بين الايونات الموجبة والايونات السالبة. اذا الانيون جاب طلع عدي عالي، شنو اللي استنتجه؟ استنتج بانه انا عندي حالة ميتابوليك اسيدوسيس. ليش؟ لما يطلع عالي يعني معناه الحموضية هي اعلى، ودائما العناصر او الاحماض اللي راح تصير اللي هي اما ساليسيليك اسيد او اللاكتيك اسيد والاوكساليك اسيد والسورفيوريك اسيد. فاذا اقوى عنصر عندنا مؤثر ومهم حتى نعرف بانه صار ميتابوليك اسيدوسيس هو اللاكتيك اسيد. فاللاكتيك اسيد هم لازم نركز به بالورقه مال اي بي جي. النورمال رينج للانايون جاب هو من 5 الى 12 ملي اكوفلنت باللتر. فاذا هنا اذكركم شغلتين، عندنا البيس اكسس اذا يقل او مال للسالب معناه الكربونيت قليل والقاعديه قليله، بينما الان ايون جاب اذا يصعد معنانا انا وين دامين للحامضية، زين، وبسبب هو وجود الاحماض مثل لاكتيك اسيد. فسلي هنا اعتقد الفكرة واضحة، حتى نكمل تفاصيل اكثر ومهمة على الاي بي جي. هسه لازم نعرف النورمال رينج. اولا احنا قلنا العناصر الاساسية نعيدها باختصار اللي هو البي اتش والPaCO2 والPaO2، وقلنا البايكربونات والبيس اكسس، ونضيف لكم الانيون جاب والاوتو ساتوريشن. البي اتش هنا لازم تحفظون نورمال رينج من هو 7.35 الى 7.45. عندنا الPaCO2، CO2 الطبيعي 35 الى 45 مليمتر زئبق. فاعطيكم سؤال، هنا من عندنا الـ PaCO2 دا نقول هاي CO2 بالشريان، زين شنو الفرق ما بين الـ CO2 اللي نقراه بالكابنوغراف ما بين الـ CO2 اللي راح نقراه بغازات الدم؟ هذا بحثوا عنه، واللي يعرف يقدر يخلي جواب بالتعليقات. الـ PaO2 الطبيعي من 80 إلى 100، البايكربونيت الطبيعي من 21 إلى 27، وبعض المصادر تقول لل 26. الاوتو ساتوريشن يعني تشبع الدم بالاكسجين من 95 الى 100. البيس اكسس مثل ما قلنا قبل شويه من هو من سالب 2 الى موجب 2 ملي اكوفلنت باللتر. النورمال فوليوم المن الفاليو العفو للالكترولايت، لان احنا بالاي بي جي عدا ذيك العناصر اللي ذكرناها قبل شويه راح نشوف الكترولايت، الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، زين. فلازم نحفظ النورمال رينج. الصوديوم اللي هو البوزيتيف
من 135 إلى 145 ملي كوفيلنت باللتر. البوتاسيوم اللي هو من 3.5 إلى 5 ملي كوفيلنت باللتر، وبعض المصادر تقول من 3.5 إلى 5.5. المغنيسيوم اللي هو الام جي بوزيتيف 2، 1.3 إلى 2.1 ملي كوفيلنت باللتر. التوتال كالسيوم اللي هو 8.5 إلى 10.5، بينما أيون الكالسيوم لازم من 4.5 إلى 5.1 ملي كوفيلنت لكل ديسيلتر. هاي النورمال رينج لازم تحفظوها التفاصيل الدم وللالكترولايت حتى تساعدنا بفهم الاي بي جي. هسه حنجي للقاعدة الاصعب او الموضوع اللي دائما اغلب الطلاب يغلطون به، بينون شلون ححدد بعد ما عرفنا الاساسيات، عرفنا عندي البي اتش والبي اي سي او 2، عندنا البايكربونات، هذين العناصر الثلاثه. هنا شلون راح نتلاعب بيها او من نشوف بالورقه مال اي بي جي شلون نفهم بانه هذا اسيدوسيس دو الكالوسيس، هذا بانه ميتابوليك لو ريسبيراتوري. ننتبه على هالقاعده. احنا عندنا اول عنصر لازم نشوفه اللي هو البي اتش. البي اتش عرفنا النورمال رينج 7.35 الى 7.45. اذا البي اتش قل فانت تخلي ببالك بانه انت هذا الاي بي جي هو حامضي، بس هذا الحامضي هل هو ميتابوليك او ريسبيراتوري؟ حندخل بتفاصيل اكثر. هسه البي اتش قلنا قليل، فعندنا اسيدوسيس. عندنا بعد عنصر ان يبقى اللي هو البايكربونيت والسي او 2. فاذا شفنا البايكربونيت والسي او 2 اثنين هم نازلين ويا البي اتش، فهذا ميتابوليك. اما اذا شفنا البي اتش هو نازل لان هذني اسيدوسيس، بس عندنا البايكربونيت والسي او 2 صاعد، فهنا شنو؟ ريسبيراتوري اسيدوسيس. انتبه على هاي النقطه. ناخذ حالات ممكن يصير بيها ميتابوليك اسيدوسيس اللي هو مثلا الاوفر برودكشن، يعني خلينا نقول زياده بانتاج الهيدروجين. بالريسبيراتوري اسيدوسيس قلنا البي اتش هو يقل بكل الاحوال لان هو اسيدوسيس، بس ليش قلنا ريسبيراتوري؟ لان البايكربونيت والسي او 2 صاعد، مثال عليه الهايبو فنتيليشن. فهاي اول نقطه. النقطه الثانيه اذا البي اتش صاعد احنا هنا نقول الكالوسيس، بس الالكالوسيس هل هو ريسبيراتوري لو ميتابوليك؟ في حال اذا هو ميتابوليك الكالوسيس البي اتش كنا يصعد بالحالتين، بس هنا البايكربونيت والسي او 2 هم يصعدون، فاذا هذا ميتابوليك يعني بنفس اتجاه البي اتش. اما اذا الريسبيراتوري الكالوسيس فاثنينهم ينزلون البايكربونيت والسي او 2 وتصير بالهايبر فنتيليشن، لان بالهايبر فنتيليشن احنا راح نتخلص من السي او 2 بالجسم فيقل السي او 2، بالتالي هو ريسبيراتوري الكالوسيس. هاي اول طريقة. واكو طريقة ثانية اسهل هسه راح اشرحها، وانتو حرين اما تحفظون هاي الطريقة او الطريقة الثانية. جمعنا لكم عبارة الاسيد بيس شلون نقرأ بكلمة واحدة اسمها الروم او رومي، ذكروا روميو وجولييت. فشون نفهم احنا البي اتش؟ قلنا بعيد عنه بانه البي اتش هو اذا صاعد فهو الكالوسيس، نازل اسيدوسيس. فنجي على اول حرفين الار والاو. الار هو ريسبيراتوري، تمام؟ فاحنا شلون نعرف هذا ريسبيراتوري لو لا؟ وعندنا الاو اللي هو الاوبوزيت. الاوبوزيت يعني شنو؟ بما انه احنا دا نتعامل ويا ريسبيراتوري فلازم ايش عندنا؟ عندنا سي او 2. فاذا البي اتش والسي او 2 متعاكسين نقول هذا ريسبيراتوري الكالوسيس. اما اذا البي اتش والبي اي سي او 2 البي اتش نازل
يعني اسيدوسيس، واذا CO2 صاعد نقول اسيدوسيس، فشو يصير؟ ريسبيراتوري اسيدوسيس. اذكركم واعيدها، الار قلنا ريسبيراتوري، نخلي كلمة ريسبيراتوري، تبقى لنا الاو، الاو اللي هي الاوبوزيت. بما انه احنا دا نتعامل ويا ريسبيراتوري، فالعنصر اللي يتحكم هو السي او 2. فاذا كان البي اتش والسي او 2 متعاكسين فهذا ريسبيراتوري، تمام. فاذا البي اتش صاعد والسي او 2 نازل نقول ريسبيراتوري الكلوسز، واذا البي اتش نازل والسي او 2 صاعد نقول ريسبيراتوري اسيدوسز. هسا خلصنا اول مقطع من كلمة الار والاو. هسه نجي على المقطع الثاني اللي هو بقى الام والاي. الام هو ميتابوليك، الاي يعني اكوال متساوين. فاذا البي اتش صاعد ننتبه معناه الكالوسيس. بس ليش حددنا قلنا ميتابوليك؟ لان منو اللي هنا صاعد ويا البايكربونيت، والبايكربونيت هو قلنا ميتابوليك. زين، اذا البي اتش نازل والبايكربونيت نازل فهنا شنو؟ اسيدوسيس. بس شنو؟ ميتابوليك اسيدوسيس. فذكروا هالعبارة، واتوقع هالطريقة اسهل من الطريقة الاولى. عندنا عناصر اساسية للمبتدئين اللي هو البي اتش. البي اتش الاصل هيدروجيني، هنا النورمال رينج الطبيعي 7.35 الى 7.45، اقل من هالرقم نميل للحموضة للأسيديتي، أصعد على هالرقم معناه أميل للقاعدية. عندنا CO2 الطبيعي من 35 إلى 45 ملي متر زئبق، هنا CO2 يعتبر حامضي. زين، منو اللي عندنا القاعدي كتعويض بالجسم؟ صوديوم العفو البايكربونيت اللي هو من 22 إلى 26 ملي مول باللتر. هاي عندنا هسه ثلاث عناصر أساسية. عندنا الالكترولايت اللي مهمة حنشوفها بالاي بي جي، اللي هو البوتاسيوم الصوديوم الكلور الكالسيوم، هاي الأملاح. وعندنا مصطلح الانيون جاب. فهذن العناصر الأساسية نضيف لها طبعا اللاكتيت، لازم حامض اللاكتيت لاكتيك أسيد، هم يفيدنا بمعرفة بعض الحالات المرضية. فهسه راح نروح على ورقة الاي بي جي. انت خلينا نقول عمليات او عناية احتاجية اي بي جي، فشنو الشغلات الاساسية؟ اولا تتأكد بانه انت الدم الماخذه ماخذه من الشريان لو ماخذه من الوريد. فهنا على شنو راح تعتمد؟ نجي على الاس او 2. الاس او 2 هسه هنا ايش قد عندي؟ يعني 98.4، معناه الساتوريشن عندي 98 تقريبا. فاشوف هو البلس اوكسيميتر متقارب، فهذا دم شرياني لان الوريد ما بيه اكسجين بهالنسبه. هاي اول شغله، فهسه تاكدت انا هذا الدم الساحبه شرياني مو وريدي. نجي على العناصر اللي راح نحتاجها. نقرا البي اتش اللي هو قلنا الحموضه، هنا ايش قد عندي طالع؟ 7.25، يعني شقد؟ اقل من 7.35. فاذا اول شغله اقول اسيدوسيس، هنا عندي الدم ديميل للحامضيه. اشوف العنصر الثاني المهم اللي هو البي سي او 2، هنا ثنائي اكسيد الكربون بالدم، شقد عندي؟ 44. فاذا هو ضمن الهاي نورمال رينج، اذا 45. فاذا هنا نعوفه. نجي نشوف بعض الشغلات الاساسيه. عندنا مستوى الهيموغلوبين 13.8. زين، عندنا الالكترولايت حنشوفه، وش البوتاسيوم اللي هو الكي بوزيتيف 4 ضمن النورمال رينج. نشوف الصوديوم 142، اذا هو ضمن النورمال رينج. نشوف الكالسيوم، الكالسيوم طلع لي 0.3، اذن هنا عندي خلل هايبوكالسيميا. احد الاسباب اللي تجي ببالي نقص الكالسيوم بانه هذا المريض احنا معوضيه دم الماسيف بلا ترانسفيوجن،
فبالماس في ترانسفيوجن ايش راح يصير عندي؟ السترات اللي هو المادة الحافظة بالدم راح تمتص الكالسيوم من الجسم فتقلله، فيصير هايبوكالسيميا. فساعي عندي هنا خلل ثاني اللي هو الكالسيوم قليل. نجي نشوف العناصر الموجودة بالاي بي جي، هي عندنا الكلوكوز 141 يعني اكو صعود. هنا نعدل اللاكتيت، اللاكتيت اكثر من 2 يعني 2.4 هو الطبيعي لازم تقريبا للواحد ونص. فاذا هنا عدل اللاكتيت صاعد، اللاكتيت من يصعد بالاضافة بانه هو يشير للأسيديتي، هنا يشير نقطة ثانية بانه يسموه كل ما يصعد يعني عندي هايبو بيرفيوجن، الدم الواصل للاعضاء ديقل، النفوذية مال الدم دتقل. فاذا هاي المشكلة اساسية لازم ننتبه لها. نجي على الانيون جاب اللي هي 19.1 اللي هي هم تميل للاسيديتي، وعندنا الصوديوم بايكربونات العفو البايكربونيت اللي هو سطالع 18.9 اقل من الطبيعي. فاذا نسب هذا الاي بي جي نلاحظ بانه عندنا البايكربونيت قل والبي اتش قل والسي او 2 نورمال. فاذا هذا شنو؟ ميتابوليك اسيدوسيس. قلنا البي اتش قليل اسيدوسيس، يبقى ميتابوليك او ريسبيراتوري. هنا منو اللي تغير عندي؟ اللي تغير عندي البايكربونيت. البايكربونيت هو ميتابوليك، فنقول ميتابوليك اسيدوسيس. اي استفسار تقدرون تخلوه بالتعليقات. تحياتي لكم.